بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين. وارض اللهم عن سيدنا وسندنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، وعن سائر أتباعه ذوي القرب والتداني، وارض عنا بهم وأسقنا من فيوضاتهم بأملأ الأواني. صلي وسلم للنبي وآله وصحبه والقدس التجاني.
بها مرات بل أبرار.
I'm done.
خير